في قوله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم، يقول ربنا تبارك وتعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. لأنها قبلها والمؤمنون، وتأتي والمقيمين، وبعدها والمؤتون. فلما نصب المقيمين وهي معطوفة على المؤمنون، على المؤمنين، وبعدها أيضا المؤتون؟ لماذا هذا النصب؟ هذا السميح للقطع في اللغة. القطع؟ نعم، القطع يعني ينصب إما على المدح أو على الذم. نعم. يعني فهنا على المدح، مدح المقيمين الصلاة. نعم. فقطعها أمدح. أمدح. وتقول لي لماذا قطعهم؟ لماذا؟ طب والمؤتون ما بعدها مر؟ لا، الآن لاحظ، إحنا لو تقرأ الآية: لا لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم. نعم. يؤمنون بما أنزل إليك. نعم. وما أنزل من قبلك. نعم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. نعم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر. الوحيد المقيمين فقط منصوب. فاهم. فاهم. والمقيمين الصلاة، ولكن بعدها مباشرة نقول والمؤتون، مع أن فيها عطف أيضا على المقيمين. فإذا كانت المقيمين معطوفة على المؤمنين، فنصب المقيمين ورفع المؤمنين، وبعدها المؤتون رفعها أيضا. لا بس، لا بس، لا بس. الآن الأعمال العبادية الظاهرة ما مذكورة في الآية، أي شيء مذكور العبادات الظاهرة العملية. نعم. ما هي؟ فقط المقيمين والمؤتون الزكاة، والباقي إيمان سليم. صح؟ صح. فيها عبادة يعني ظاهرة، فيها عمل؟ لا، فيها فقط المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. أي شيء بعد فيها؟ عمل. ما في، ما في آخر. سليم. أي الأهم، الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة. خلاص، والمقيمين الصلاة ولا الله أظهرها طبعا. قطع العباد يعني فرق عن هذه. صحيح، هذه لا تسقط المقيم الصلاة. وأول ما يسأل عنه لا، وهي أهم عبادة بالمرة، لا تصح مريضا كذا كذا، فيها الأمر فيه سعة في الصلاة. أما الزكاة طبعا لها حد ونصاب وكذا، نصاب وأوقات وكذا وبالسنة. صحيح. فلذلك طبعا يعني نعرفها. ماذا يا دكتور نقول؟ الواو قطع؟ لا، الواو عاطفة. الواو عاطفة، وهذا مفعول به لفعل محذوف تقديره وأمدحه. الحذف هنا جوازا جائز. جائز. نعم.